أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وصول قوات سعودية إلى ميناء منشأة بلحاف للغاز المسال. وصلت قوة عسكرية سعودية إلى ميناء منشأة بلحاف للغاز المسال في شبوة في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن. مصادر عسكرية قالت أن القوة الجديدة تتكون من أكثر من 30 عربة مدرعة، ستنضم القوات السعودية الموجودة في قاعدة البريق العسكرية غرب عدن. ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في 5 نوفمبر الماضي، أرسلت الرياض أكثر من 4 دفعات من القوات العسكرية برا، بالإضافة إلى قوات وآليات وصلت على متن السفن السعودية إلى ميناء الزيت. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أسباب تعزيز القوات السعودية لتواجدها في الحدود الشرقية والجنوبية لليمن؟ وأثار وصول القوات على الوضع في البلاد في ظل الرفض الشعبي لتواجدها؟ نتابع النقاش بعد التقرير. رتل عسكري سعودي جديد يصل إلى شبوة. لا تكاد أنباء وصول القوات السعودية إلى اليمن تتوقف منذ أغسطس الماضي، وذلك بالتوازي مع الإخفاق الظاهر في تنفيذ اتفاق الرياض. أحدث رتل سعودي وصل الأربعاء إلى ميناء بلحاف في محافظة شبوة في طريقه إلى مدينة عدن، الوجهة النهائية لهذه القوات، وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها وصول قوات سعودية إلى عدن مروراً بحضرموت وشبوة. المصادر الميدانية أفادت بأن الرتل الأحدث يتكون من 30 عربة مدرعة، من المقرر أن تعزز التواجد العسكري السعودي الذي يتخذ من معسكر رئيسي في البريقة في محافظة عدن مقراً رئيسياً له. يشكل التواجد العسكري السعودي المعلن في عدن صورة موازية لتواجد لا تكاد الرياض تعلن عنه في محافظة المهرة، وذلك ضمن مخطط تدفع السعودية بناء عليه بقواتها إلى المناطق الهادئة من البلاد، جزء منه يتعلق بمخاوف التهريب، والجزء الآخر يتوسل اتفاق الرياض الذي تعتبره إنجازاً سياسياً جديراً بالتسويق في الأروقة الدولية ومؤشراً على توجه سعودي لإحلال السلام في اليمن. لكن الوقائع الميدانية تشير إلى تصاعد في وتيرة الاضطرابات والاستهدافات الممنهجة ضد السلطة الشرعية ووحدة اليمن في مناطق النفوذ السابقة للإمارات، خصوصاً في محافظتي شبوة وأرخبيل سقطرى، بدعم إماراتي لا يخفى على أحد. يأتي ذلك فيما يشهد الشق العسكري من اتفاق الرياض جموداً يحيي المخاوف من إمكانية فشله بالكامل، بعد أنباء ذات مصداقية تحدثت عن رفض المجلس الانتقالي والقوات التابعة له إعادة الانتشار وتسليم الأسلحة الثقيلة. تطور متوقع يضع السعودية أمام تحد حقيقي لنفوذها العسكري الذي يتعزز كل يوم، فيما يبقى نفوذ الانقلابيين في كل من صنعاء وعدن على حاله من الرسوخ بل والقابلية للتوسع على حساب حلفاء الرياض الذين يستهدفون من كل الأطراف. أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فهمي السقاف. أهلا بك أستاذ فهمي. أهلا أستاذ. أستاذ فهمي، برأيك ما هي أهداف المملكة العربية السعودية من كل هذه التعزيزات العسكرية؟ طبعا الأهداف السعودية والإماراتية أهداف التحالف الآن لا تخفى على نبيد سيدي من أهداف احتلال واضح المعالم والأركان. ما أهداف القوات السعودية وبعض القوات العسكرية مثل إجراء آخر وقوة أخرى في ظل وجود الشرعية التي دعت أنها تدخلت لأجل إعادتها إلى السلطة وإلى آخر من الكلام المعلن للتحالف. لكن الواضح تماما أنه التحالف قام بتغويض الشرعية يوم الإجراء آخر طوال الفترة من 2015 وحتى الآن، وسيستمر بذلك إجرام أشهر بقصد يدل على أنه التحالف فعلا لسان الشرعية في استعادة زمام السيطرة على البلاد. لذلك صار قوة احتلال وأصبحت شرعية الآن في أصبحت على إطلاع الميليشيات. طبعا هذه بمختلف مكوناتها وتشكيلاتها أوجدها تحالف مسلحها التحالف، وبالتالي الوضع كما تراه واضحا للعيان لا يحتاج الى اي طلب الاحتلال بعينه. طيب بالنسبه للاهداف المعلنه وفق التصريحات السعوديه اليوم
لأسباب هذه التعزيزات، إلى أي حد هي قد تكون مقنعة ربما، وخصوصا ما يتعلق بأنها تأتي بهدف التهيئة الأجواء لتنفيذ اتفاق الرياض؟ والله لا مؤشر بظهور يدل بأن اتفاق الرياض هذا شيء نفذ. اتفاق الرياض انتهى منطقة أولا تنفيذها، أولا اللي يفترض أنه تم تنفيذ الاتفاق فيها، انتهت دون أن ينفذ بندل واحدا من الاتفاق للأسف الشديد. كل طرف محفوظ بقوته العسكرية، كل طرف محفوظ بالواقعة، لم تفعل السعودية شيء واضح لتنفيذ الاتفاق هذا. وبالتالي نبدا ان الاتهامات تتراشق بين الاطراف المحنيه باتفاق الرياض الانتقالي والشرعيه. كل الاتهام الاخر بعد التنفيذ. والسعوديه هي الحكم والفيصل في هذا الامر. لكن ما نراه على ارض الواقع حقيقه ان اتفاق الرياض لم ينفذ منه شيء. الاوضاع تمشي من السيء الى الاسوء. ليس من عقب عدم عقب، بل في كل المناطق التي يطلق عليها المناطق الحرره للاسف الشديد. طيب نحاول ان نستمع الى وجهه النظر السعوديه، وينضم الينا من العاصمه السعوديه الرياض المحلل السياسي سلمان عسكر. اهلا بك استاذ سلمان. اهلا استاذ، حياك الله. استاذ سلمان، مع وصول هذه التعزيزات، ربما الان نتحدث وفق مصادر اخباريه عن الدفعه الرابعه من تعزيزات سعوديه تصل الى اليمن، الى جانب هناك تعزيزات اخرى وصلت الى جانب هذه التعزيزات البريه عن طريق البحر. ما الهدف من كل هذه التعزيزات؟ أبدأ أحييك، أحيي ضيفك، أحيي السادة المشاهدين. سيدي، هناك تعزيزات أو قوات من وقت سابق ضمن منظومة قوات الاتحاد العربي متواجدة في عدن لفرض الأمن والاستقرار في المقام الأول، وتهيئة الظروف لتسليم المدينة وهذه مواقع الجيش اليمني. ما يحدث من تحركات أو مواقع جديدة هي ضمن الاستراتيجية لحفظ واستقرار الأمن في اليمن في مواقع سيطرة الشرعية. ليس هناك قوات شرعية، قوات سعودية جديدة تدخل إلى المواقع مواقع معينة إلا ضمن إطار موافقة من التحالف العربي ووفق طلب من الهدف الرئيس من كل ذلك هو الحفاظ على الاستقرار والأمن وتنظيم العمل الأمني والعسكري في هذه المواقع استعدادا أو تجهيزا لما تم في اتفاق الرياض. طيب، يقال لماذا تغيرت استراتيجية التحالف؟ أليس من الأولى أن تكون مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار هي على قوات الجيش اليمني وأيضا القوات الأمنية التابعة للجيش اليمني، والتحالف مفترض أنه هدفه واضح هو استعادة الشرعية؟ لماذا اليوم القوات السعودية تذهب كما يقال إلى المصالح الحيوية داخل البلد في مناطق معينة هناك فيها ثروات، وتتغافل أو تبتعد كثيرا عن الجبهات العسكرية التي يفترض أن تتواجد فيها لتحقيق الهدف الرئيسي الذي جاءت من أجله، إسقاط الانقلاب؟ سؤال جميل. القوات السعودية أو من قبلها التي كانت متواجدة في هذه المواقع ليس من مسؤوليتها يا أخي. هذا ما يحدث في اليمن الآن هو القوات الحكومية الشرعية التابعة للجيش اليمني هي المسؤولة عن تحرير الجبهات. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مجرد داعم وليست رأس حربة في الأمر، هذا لا بد أن يكون واضح ومعلوم للجميع. الجيش اليمني ويقوم بمهامه والتحالف العربي يدعمه بما يستحق أو بما يريد لتحرير مواقع جديدة أو استعادة مواقع سيطرة عليها الحوثيين. عندما نتكلم عن الوضع الأمني داخل محافظة أو منطقة كعدن على سبيل المثال أو مأرب، القوات التحالف العربي موجودة في مأرب، هناك مطار في مأرب، تنزل هناك طائرات مهددة، هذه الطائرات باعتداءات حوثية أو ما شابه ذلك، ولا تزال هناك أيضا محاولات حوثية للعبث بأمن واستقرار مأرب. لذا فهذه القوات سواء كانت سعودية أو إماراتية لها مهام، ومهامها الرئيسية الأولى هي المحافظة على المدنيين من اعتداءات وعبث الحوثيين. هذه النقطة الصريحة والرئيسية والأساسية التي لا جدال حولها. أما الدعم في الجبهات
هناك قوات مشاركة ضمن منظومة التحالف العربي تدعم القوات الشرعية والجيش اليمني، وأعتقد أنها قدمت وحررت كثير. أعتقد أن هناك ضحايا سقطوا في معارك وشهداء، ولا يجب أن نتجاهل الدور الإماراتي أو السعودي أو التحالف العربي وما يقدمه في هذه الجبهات. هناك شهداء سواء على كان على الحدود السعودية أو في المواقع اليمنية، سواء في مأرب أو في صعدة أو في غيرها، ولكن في الأخير يسير كل هذا تحت منظومة التحالف العربي. طيب نشرك أيضا معنا بالنقاش من الأردن وتحديدا العاصمة الأردنية عمان الأستاذ أحمد بلحاف. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا وسهلا أستاذ أحمد. برأيك ما هي أسباب استمرار تدفق القوات السعودية؟ وهل من تأثير إيجابي ربما قد يكون لتواجد هذه القوات كضامن لما يخص تنفيذ اتفاق الرياض كما يقول أستاذ سلمان عسكر؟ يا عزيزي الكريم، أولا السعودية لو أرادت أن تناصر اليمنيين وأن تحقق الأهداف المعلنة عنها لذهبت إلى الجبهات، ولكن ما نراه عكس ذلك. ونحن في محافظة المهرة نجد أن القوات السعودية وقوات التحالف العربي خارجت عن الأهداف المعلنة عنها ومارست كل ما يدل على أنها احتلال لا أكثر. ولكن اليوم أبناء اليمن سواء في المهرة أو في سقطرة أو في شبوة أو في أي محافظة من المحافظات اليمنية لقد وعوا ما أتت من أجله السعودية أو الإمارات شركتها في التحالف. التحالف العربي أصبح يسيطر على المنشآت الحيوية، يسيطر على الأماكن التي كان من المفترض أن يمكن الشرعية فيها. فعلى سبيل المثال في محافظة المهرة السعودية تمارس دور السلطة، السعودية تمارس دور الشرطة، ولكن بصورة الميليشيات، بصورة الجنود المرتزقة، وبصورة أشبه بعصابات ومافيات. ولذلك أبناء اليمن في كل المحافظات يرفضون هذه التصرفات وهذه الممارسات. فكيف يكون مثل هذه الدولة أن تكون ضامن وهي تمارس سلوك لا يؤهلها أن تكون ضامن لمثل هذه الاتفاقات، وهي شرعا تحاول أن تشرعا المجلس الانتقالي الذي انقلب على الدولة الشرعية كما فعل كما هو في عندما اعترف في المجلس الانتقالي. لماذا لا تعترف بجماعة انصار الله او جماعة الحوثي؟ فالانتقالي لا يختلف مع الحوثيين، ولكن السعودية سعت الى خلق شقاق وشرخ في الدولة اليمنية. طيب استاذ احمد، تتساءل وتقول الا يفترض بالسعودية ان يكون لها دور في وان تذهب الى الجبهات؟ يقول لك الاستاذ سلمان عسكر يفترض هذا من واجب القوات الحكومية وفقط التحالف ويقدم الدعم للقوات اليمنية. يا عزيزي، فالمشاهد اليوم والمراقب والمتابع، فأصبح العالم اليوم في قرية ويعرف كل ما يجري في اليمن. الجيش عندما يحاول أن يتقدم يتعرض للقصف من الطيران الإماراتي الذي هو شركة التحالف، ولا نرى أي تنديد أو استنكار أو توجه أو تحرك من الأشقاء في السعودية في المملكة العربية السعودية. ماذا يقول ضيفك الكريم عن قصف الجيش في 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 شبوة أو في أبين أو في أحد مناطق اليمن؟ فكلما تقدم الجيش أعطله التحالف وعمل على بل أباد الجيش هناك مذابح ومجازر ترتكبها الإمارات، والسعودية لم تحرك ساكنا. فهذا السؤال يجب أن تطرحه على ضيفك عزيزي. طيب أعود للأستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي السقاف، تقول في بداية حديثك كان اليوم تواجد القوات السعودية الهدف منها الاحتلال، في حين يقول الأستاذ سلمان عسكر أن هدف وجود هذه القوات وكل هذه التعزيزات لهدف فرض الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف من أجل إنفاذ اتفاق الرياض. لماذا كل هذا التشكيك في النوايا السعودية؟ يا عزيزي، ما قاله ضيفك الكريم بأن القوات هذه متواجدة من أجل الأمن والاستقرار. نحن نسمع عن أسطوانة الأمن والاستقرار منذ 2015. كيف أمن والاستقرار وأنت تجند ميليشيات وتجند العديد من المخولات وتسلحها في وجه الشرعية التي أقيت من أجل دعمها ومن أجل أن تستعيد الشرعية هذه السلطة؟ كيف تعمل على إنشاء جيش موازن للجيوش الشرعية أو الجيش الشرعية؟ ليش الميليشيات؟ أي أمن واستقرار بتحققه السلاح في كل يد؟ أي أمن واستقرار بتتكلم عنه وأنت وهناك أكثر من قوة مسلح تسلح التحالف في يد الشرعية؟ كيف يتحقق هذا الأمن والاستقرار؟ الشرعية أصبحت هي الطرف الأضعف في المعادلة كلها للأسف الشديد يعني. طيب عد للسبب. ما قدر التحالف هذا بدولة كلها أن يأمن مدينة عدن؟ هذه فضيحة. طيب
استاذ سلمان عسكر، عن اي امن واستقرار اذا ولم تؤمن عدن وحدث ما حدث فيها من انقلاب بدعم ومباركه الامارات كما يقول الاستاذ فهمي السقاف، واذا كانت السعوديه اليوم داعم ومساند للشرعيه، لماذا كل هذا الحرص على ان تتواجد في مواقع واماكن الثروات كميناء بلحاف وغيرها من المواقع المهمه والحيويه بعيدا عن الجبهات؟ دعني انا ساجيب على سؤالك، ولكن دعني اوضح اولا على ضيفك العزيز عندما يقال ان يقول المملكه العربيه السعوديه تسيطر على مواقع الثروات. يا اخي وش في صعده من ثروات؟ يا اخي وش في الطالع من ثروات؟ يا اخي وش في الساحل الغربي من ثروات؟ يعني المشكله نكذب على الهواء وامام الناس ونقول شيء بعيد عن الحقيقه، والحمد لله الذي ينطق مثل هؤلاء. انت عندما تقول لي ما هي الثروات التي في صعده وفي الطالع وفي غيرها من المواقع، سأكون معك يعني مستسلما لهذا الرأي أو مصدقا أو مؤمنا به. ليس هناك شيء يا أخي لو بكرة وأنا أعلنها وبذم المليار وأقولها أمامك وأمام السادة المشاهدين، لو تحررت اليمن وخرج الحوثي دليلا صاغرا كما ينبغي وعادت الشرعية والحكومة اليمنية إلى مواقعها، لن تبقى لا السعودية ولا الإمارات. يا أخي لا زلنا نكرر، يا أخي السعودية المملكة العربية السعودية عندما تتكلم او اتكلم انا عنها او نقول انها هي والامارات طامعه في خيرات وثروات اليمن، ماذا كان في اليمن قبل سقوط حكم الرئيس السابق علي صالح رحمه الله؟ يعني نعرف ان اليمن لم يكن فيها اصلا اي ثروات. المملكه العربيه السعوديه ثانيه عالميا في الاحتياط، المملكه العربيه السعوديه يوجد لديها ترتيب وتصنيف في الاقتصاد العالمي وضمن دوله في الدول العشرين، يعني نتكلم عن دوله يا اخي ليست بحاجه الى ان تنهب او تذهب لثروات اليمن، يا اخي نريد ان نتكلم بالعقل. طيب وانا اطرح عليك السؤال هنا بصيغه اخرى، وما الذي تبحث عنه المملكه العربيه السعوديه لمدول التحالف في سوق قطرة والمهرة على سبيل المثال وهي بعيدا عن اي مخاطر للحوثيين؟ ليست بعيدة عن مخاطر الحوثيين يا سيدي. من يقول هذا الكلام هو يريد أن يعيش المستمعين في غيبوبة تامة. هذه المناطق سيطر عليها الحوثيين وسيطروا على خيراتها وهربوا منها الأسلحة واستعانوا بموادها للتصدير والتوريد والعبث في الاقتصاد اليمني. لازم أن نضع علامة استفهام وتعجب من أين يكسب الحوثي ثرواته ومن أين يهرب الحوثي الأسلحة. هذه ممرات يا سيدي لابد أن نؤمن بأنها كانت نقاط للإرهاب وللقاعدة في فترات ماضية وحتى وقت قريب جدا، ولذا الحوثي استغل تلك العناصر للقيام بعمليات التهريب والتجارة الغير المشروعة والتكسب بأموال اليمنيين. فعندما تحل هذه القوات، وأنا إلى الآن أزلت أقول لك لم تدخل قوات حديدة، هي ضمن قوات متواجدة من الفترات السابقة لحماية هذه المواقع والمواني ولحماية أيضا المدنيين قبل أي شيء وقبل أي اعتبار آخر. طيب أعود للأستاذ أحمد بلحاف. أستاذ أحمد بلحاف، موقف الحكومة الشرعية من كل هذه التطورات كيف يبدو بالنسبة إليك؟ اولا بالنسبه لموقف الحكومه الشرعيه، هي في موقع المختطف والاضعاف، قد اضعفتها الرياض واختطفت قرار الشرعيه، وهي لا يوجد هناك اليوم شرعيه تمتلك قرارها. هناك الرياض هي من تسير الامور، السعوديه هي والسفير محمد ال جابر، وراينا بالاتفاق الاخير مع وزاره التخطيط والتعاون الدولي، وهذا لا يعني اليمنيين وانما هو انتهاك للسياده اليمنيه. على الاقل نحن قبل دخول السعوديه الى المهرة وقواتها، يعني قبل دخول القوات العسكرية السعودية إلى المهرة، كنا نمتلك مؤسسات الدولة، كنا ندير المحافظة بأنفسنا بإيراداتنا، كنا نمتلك الخدمات العامة بما بموجب إيرادات التي نحصل عليها في محافظة المهرة، ولا يوجد هناك أي تهريبات، لا يوجد هناك أي اختلالات، ولا بالعكس بعدما دخلت القوات السعودية رأينا هناك تدهور الخدمات العامة، رأينا هناك اختلالات أمنية، رأينا هناك انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية. فموقف الشرعية كان ضعيف جدا، ونحن نحمل السعودية أضعاف الشرعية وأضعاف قرارها أو اختطاف قرارها بالأصح. ولكن أسمح لي أن أرد على ضيفك الكريم أن كل ما يقول عن محافظة المهرة وسقطرة، سقطرة في عمق البحر، ما أين التهريب من سقطرة يا عزيزي؟ هذا شيء مضحك عندما يقول هناك تهريبات من سقطرة. محافظة المهرة وبأدلة أن السعودية إلى اليوم لا يوجد هناك ضبط أي مهربات، بل كانت الأمور تمشي أفضل مما هو عليها اليوم.
ولكن السعوديه وقواتها اليوم اوجدت واقع سيء جدا في 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 محافظه المهره وفي محافظه سقطرى ايضا بالشراكه مع حلفائهم الاماراتيين، ولكن الوعي الشعبي والرفض الشعبي لا زال قائم، وابناء محافظه المهره وابناء سقطرى يرفضون كل التصرفات والممارسات التي نشانها اطراف قرارها او انتهاك السياده في في المحافظتين. طيب استاذ فهمي السقاف، بالنسبه لك موقف واداء الحكومه من كل هذه التطورات كيف يبدو؟ وايضا يقال كما يقول استاذ سلمان هذه التعزيزات تاتي في سياق طبيعي وفي اطار تفاهمات ومعرفه الحكومه بذلك. لاني اولا ارد على ضربه الكريم الغريبي، لانه مساله السيطره على الاطماع السعوديه في اليمن واضحه ويعرفها تقريبا كل اليمنيين. وتواجدها داخل المهره معروف الان مسقط اناضيد النفط، سقطرى والى اخره، شماعه التهريب هذه الى مساعد تنطلي على احد. شماعه التهريب تهريب نسمعها والى اخره لم تعد تنطلي على احد، كم استخدمت سقطرى في تاريخها كلها على تاريخ واحده وكذلك المهره. اما مساله موقف الشرعيه والى اخره وان هذا تم اسبوع مع الحكومه، اعتقد ان الحكومه مغيبه تماما والشرعيه القائد الاكبر في الموضوع التعارض والتصرف دون علم الشرعيه في كثير من الاشياء ولا يعود لها. اما الرئيس وهو الان يعني اشبه بالعرق الدوار في وضع صامت للاسف الشديد. يعني يتكلم علي الامور. كل الامور بيد التعارض وهو المسؤول عن كل ما يحدث في البلد من دمار وخراب للاسف الشديد. أشكرك جزيلا الكاتب المحلل السياسي فهمي السقاف، كنت معنا من عدن. أعود بسؤال أخير للأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان، لماذا لا يتم دعم القوات اليمنية لتقوم بهذه الأدوار التي يتم الحديث عنها خلال الخمس سنوات للقوات التحالف أنها تقوم بها، خصوصا أن هناك حالة رفض شعبي متزايد بالنسبة مع كل حديث عن وجود ووصول تعزيزات عسكرية للتحالف، لأن هناك انعكاس بطبيعة الأمر سلبي ربما على صورة المملكة والتحالف. يا أخي المشكلة في الخيانات. عندما يتكلم خوي البعير ضيفك ويقول أي تهريب في الإمارات، أي تهريب في المهرة، أي تهريب في المهرة، يا سيدي من كيف يمسك النقاط الأمنية التي هي موجودة بين سلطنة عمان واليمن هم من بعض الأخوة اليمنيين، وللأسف مرروا شاشنات كبيرة محملة بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ، وهذا لا يمكن تغطيته أو عمل حجاب عليه. هذه حقائق، مررت شاحنات بالأسلحة وبمجرد يعني خيانات أو تواطؤ مع الحوثيين، فلذا يجب ألا نغطي على الشمس بغربال ولا نقول المهرة. طيب هذه اتهامات خطيرة أنت الآن، هذه الاتهامات أستاذ سلمان أنت توجهها لقوات الشرعية وأيضا للإخوة في سلطنة عمان أيضا. أنا أوجهها للإخوة من الجهات الحكومة الشرعية. نعم وهذه لا تقول أنها تأتي من الحدود على عمان، هل تنزل بالباراشوت يعني على سبيل المثال؟ أنت تقول أنها تأتي من عمان. نعم، وسجلت محاضر أمنية رسمية لذلك خلال فترات سابقة، يعني لا ليس هناك أي مجال للخداع والكذب. طيب هل يعني لو استشهدنا بوسائل الإعلام على الأقل، يعني مثلا هل تم الإعلان أو جاءت أخبار عن ضبط شحنات تهريب من قبل القوات السعودية وقوات التحالف؟ يا أخي نقاط يمنية التي قبضت على هذه المضبوطات، نقاط أمنية، يعني عندما تعدي من خلال نقطة أمنية وهي محملة هذه الشاحنة بالدقيق في ظاهرها وفي باطنها الصواريخ والأسلحة والمعدات والمتفجرات والقنابل وما شابه ذلك، ثم تمر مرة أخرى وهي محملة بالسماد وفي باطنها هذه المتفجرات والأسلحة، ثم تقبضها جهة أمنية أخرى رسمية. طيب بما أنه أداء القوات اليمنية متميز في هذا الملف، لماذا إذن لا تدعم هذه القوات بدلا عن تعزيزات متميز إنسان مخلص لليمن، ولكن قبله عدد من النقاط ليست مخلصة لليمن، خانة اليمن وخانة الشرعية وخانة عروبتها ومررت هذه الأسلحة التي أتت عن طريق إيران. يا أخي مشكلة اليمن ليست مشكلة شرعية وحوثيين وأحزاب أخرى، المشكلة مشكلة خيانات يا عزيزي، افهم هذه الكلمة وضع تحتها كم خط. عندما يكون هناك عنصر أو عنصران أمينين على أمن اليمن
فإن عدد كبير هناك من الخونة لا يهمهم أمن اليمن، بل يهمهم المال وكيف يخونون ويمررون هذه الأسلحة والمتفجرات إلى الداخل اليمني. من يقوم بتهريب الأسلحة يا سيدي هم إيرانيين يسلمونها اليمنيين. إذا العنصر اليمني موجود سواء كان من الشرعية أو من الحوثيين. أشكرك جزيلا سلمان عسكر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. سؤال أخير للأستاذ أحمد بالحف، وإذا كان لك من تعليق على الحديث الأخير للأستاذ سلمان عسكر، هل هناك يعني تم خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ اتفاق الرياض وتواجد القوات السعودية بشكل واضح ربما واستلامها لزمام الأمور، هل سجلت هناك أي مخالفات ربما على هذه القوات أو مخاوف أو أي نقاط ربما قد تكون لها تأثير على الوضع العام بشكل عام في المناطق التي تتواجد فيها؟ نعم، القوات السعودية هي متواجدة منذ نهاية 2017 وإلى اليوم، وهي كل يوم تمارس تصرفات وممارسات وانتهاكات بشكل أصبح واضح، وهذا ما يدل على زيادة حدة الرفض الشعبي لهذه القوات. ولكن يا أخي بالنسبة لما قاله ضيفك الكريم عن التهريب وعن هذه الأشياء كلها لا صحة له، إنما هي مبررات تحاول السعودية أن تمررها لأجل أن تبقى أو تخلق مبررات للتواجد، وهذا الأمر غير صحيح. وأبناء محافظة المهرة يرفضون هذه الاتهامات الزائفة سواء إلى تنظيم عمان أو غيرها، وأبناء محافظة المهرة يعتزون بيمنيتهم ويدافعون عن السيادة اليمنية في محافظة المهرة. الأخ هذا سبق وأن كنا مع بعض في نفس البرنامج سابقا، ويكيل التهم ويكيل ورقة التخوين دائما على لسانه، ولكن نحن نرفض هذا الشيء وننفيه جملة وتفصيلة، ولا نرضى أن تكون هناك اتهامات لأبناء محافظة المهرة أو للدول المجاورة. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد بالحاف، مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية منتج الحلقة درقي بالأبارة في أمان الله.